السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله دعاء، صباح الخير. اشتقنا لك جابنا الشوق. الله يجعلنا، حياك الله. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ ترى اني استحي، قسم بالله والله اني استحي. ايش فيك؟ فيك شيء محلو ما ادري شنو. مزود الاناره حق الفلتر. واحد بيقفل الموضوع الرومانسيه. ما شاء الله صاير ابيض. اعتمدوا، انت لا تعتمدوا، الله يسعدك. بس الخشم شوي كبير صاير. شلت الفلتر صح؟ لا والله ما شلته، قسم بالله. انا وحاط لمبه اناره ومشغل لمبات كلها، والفاتوره عدتها طيب 100. شو هذا حق التيك توك؟ بشون مقصرين معك؟ ترى في تنحيف. شوف انا منحفه انفي، شوف منحفه انفي. فلات للحريم، سلمك الله. تعالي 5 دقائق من احكام جوله واحده. قلت لك حط روج، قلت لك نحف انفك. وحتى فلتر بعد حق حريم، ما هو حق رجال. صغر خشمي، انا سويت عمليه تجميل، ما صغر خشمي، بيصغر فلتر. سويت عمليه؟ هذا بعد اعاده وانت مسوي عمليه؟ اي انا اول خشمي يا دعاء كذا كان واحد يأشر، عرفتي؟ ما هو حلو خشمي، فقصيته كذا، والدكتور نام، جاه النوم وقال اكمل عمليه بعد اسبوع. وتخبرين نسيت، انا رحت مقناط طيور ما طيور وما سويت عمليه ثانيه، وقام يكبر خشمي. وبعد الدكتور هذا خشمك مقصوص؟ اي تدرين اولا كيف اشرب شاي كذا؟ اربطه ها 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 لبى عينك يا غريب نواف العنزي، حي والله عينكم يا رجال. شوفي دعاء، جولة واحدة حكم واحد، ها؟ أفا؟ إي يعني مو جولة واحدة، هي يعني نلعب بس إن الحكم من جولة واحدة. ما علمتني. لا علمتك، باقي 3 دقائق تو بدأت تحدي. حتى ما كبسوا. قولي كبسوا. ابو سنده يبي اغنية، هلا هلا ابو سنده. ترى والله ما اقرا كومنت، انا ابغى اغني لكم اغنية هلا هلا. يلا ابشروا. اذكر والله الجميع، اذكر والله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عيال مع هلا هلا تكتبون هلا، ها؟ انا اقول لك هلا، ابشر. انت خليك ساكته. عيال مع بعض، ها؟ حمل تطبيق امازون الان. حملنا ودفعنا وانزرفنا وكل شيء. سنين وانا مدللك واحلى هديه جبت لك، وبغيري كلبك الملا. هلا هلا هلا. هلا 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 هلا. تلعن ابو الحب لابوه في اصلا ماك، وتريد اذنك راسك لك هو، انت خايبين وبعرضك يلا من كلبي واطلع برا. هو انت هذا جالس يسب يهاوش. كيف الصوت؟ اسمع البيت هذا، اسمعي 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 يا دعاء. ماخذ علي دور الوفي وبغيري كلبه مكتفي، يا ثاني طلع بيك البلا. هلا لك عوفي ابدعت اهلك وخشمك تدل على هلا هلا هلا, هلا. لا لا لا. ترى شوف يا جماعة، هذه كلمات يمكن انت تفهمونها غلط. كلبه يعني قلبي. كلبه ها ها كلبه تقصد القلب؟ القلب. الله الله بالعراقي. هلا هلا بالعراقي هلا بك. والنقطة هذه؟ اها اها
آه لا الله والنطة والنطة. ردح هذه إن شاء الله تعرف ماشي. تسويها والله. شوفي انا الجد إنت يعني ما حد اكتشف هذه الموهبة عندك؟ والله شوفي الدبكة وال يعني بس انا كبرت يعني صرت كبير يعني انا صرت الحين اب منزل وعندي اولاد. ولا اول كان فيني نشاط تصدقين يمكن الو ابث وانا واقف 14 ساعة ما عندي مشكلة معاك انت بس. ما شاء الله 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 انا عندي اربع اولاد بنتين ولدين. ما شاء الله انت جبتهم ما شاء الله صغير انت. متى جبتهم؟ ارانب. انا تدرين يعني متزوج وانا عمري 21 سنه. عيال تبوا من الجحف العيال. عيال تبوا اخذ ثواني الحكم. تبوا عيال. ما عندي بعد احد اصلا. ارحم! ارحم يا ابو تنده! حي عينك يا ابو تنده! عيد يا ولا العيد يا ابو تنده! ايه 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 ابو سندة. ايه ايه تعرفين ابو سندة مين؟ تعرفين ابو سندة مين انتي؟ تبي تصفقني؟ ها؟ ايش في؟ ايش في يا ولد؟ انت ترى انا ما سويت لك شيء. لا لا تبي تصفقني؟ ترى ما سويت لك شيء يعني ايش دخلني في ابو صدره هذا؟ ابو سنده ابو سنده ابو سنده هذا لاعب العين حارس العين الاماراتي ابو سنده. وش سندر هذا؟ وش سندر؟ لا هذه كذا حق ملاكمة ما هي راثة. ابو سنده ايه حي الله عليك ابو سنده. الحكم الاول الحكم الاول الحكم عندك ما طيب دعاء عندك ماجي من هادي ماجي 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 من هادي ما اقدر اقبل انا ماجي 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 مرقه 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 برقع ماجي ما نبي حكم ماجي. الحكم الاول جيبي دجاجه جامده يا دعاء دجاج جامدة وتثبتينها قدام الكام كذا 3 دقايق. ما في دجاجة أجيب لك هذه قرعة أقول بلاستك دعاء ترى والله ما في دجاجة في لحم لحم مجمد ما أدري شلون أكيد مجمد ما في لحم يعني إلا مجمد لا في 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 لحم لسه ما انقتل أبو سلطان تخلي بها دقيقة يا أخوان دعاء حكم حكم أنا عندي الحكم ما عندي مياعة وخرابيط ترى والله العظيم قسم بالله فيه لحم بس لسه حي لسه حي ذبيحة يعني إيه لسه حي أمسكها كده لا خلاص اتبعي الحكم الحكم تجيبي لي قلم قلم وتحطين آخر شيء هنا وتعدين من 150 إلى 1 بالعكس ترى 150 ما راح أخلصها لبكرة الصبح سلام أنا بصوتك يطلع صوتي أكثر من هيك يطلع أيوة يطلع يلا عشان الوقت يلا يلا يا دعاء حكم حكم يلا كفو كفو يا دعاء كفو ما شاء الله جاب الشنطة قريبة الشنطة قريبة عيال كبتوا عيال عيال كبتوا يا رجال شدوا عيال شدوا شدوا يا مال العز شدوا طبعا نجام يوم الليالي قد تعود حي والله ذا العين لا 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 مو كذا كذا ها انا فتح حكم عنك 146 148 كذا يلا 100 عدي 100 يلا عدي 100 يا جماعة كبسوا تكفون خلوني أفوز هالمرة يلا عدي 100 100 وانت نازلة
تعصبين ما تعصبين ماني مرتخي صح ولا عيال؟ ترى من علامات الجمال يا اخوان السن الارنبي. نعم السن الارنبي. لا اله الا الله. الربع ناموا حتى اللي كبسوه وقفوا تكبيث. ناموا ناموا جبت النوم لهم ما عدنا بالحكم كله ما عدنا بالحكم خلاص ناموا عندي ناموا ناموا نزل قبل نزل نزل. طيب يعني والله هنا جاء النوم قسم بالله والله هنا جاء النوم عيال حتى اول في تكبيث والعالم ترى انت ما تستحي على خشمك ترى نفكر ما نبتي تبدين بمية عالم وحكم تمين حكم والله انك ما تستحي الا والله اني استحي الا لو تستحي كنت قدرت اني انا جالسه ماكله قلم مو ماكله قلم هذا حكم ترى انا فزت عليك ذاك اليوم وخليتك حصانه بالله حصانه اي والله بس انا نفذت لك عشان خشمك الحلو يسلموا حرجتني عيال والله مصري اطيب مني بس خلنا نتاكد من الحصانه عنده حصانه ولا عيال شوف الدفتر والله عندي حصانه هم يقولوا لك ما بالنا ها ها الحكم هذا اعتبريه خلاص كثرنا الحصانه لا ما هو نفذتي يعني خلاص تمام ما 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 المشكله وكمان وكمان سامحتك لا عاد لهون وبس عاد لا تطلعين تطلعين والله شوف الكومنت شوف الكومنت شوف الكومنت اشوف الكومنت والله مستحيل والله سامحتك شوف الكومنت عشان اول ما عرفتنا قلت لك هذه عربون صداقه خلاص اكيد اي تحدي بين بعض تعارض عين تو توان اخيرا تو منجح في العيال يا عيال لا نخسر اخذ توان انتبهوا عيال كثرنا الحصانة لا إله إلا الله الحمد لله ما في الحمد حسن. لله خلاص الحين ما حد يطلب شيء أحد صح ما حد يطلب شيء يا دعاء في أحد يطلب الثاني شيء لا عيدي الحين من الحكم والله نصره يا جماعة شدوا شيء غلبت والله عيب ما أخسر كل هذا دعاء فقدتوني بالبرنامج يوم غبت يومين ولا ما ذاتوا عني ليش أنت غابت والله لا ما غبت كل يوم ابث انا عيال كبثوا عيال تكبيث عيال تكبيث حسينا ما شاء الله خفيف انت تكبيث عيال عشان تربعون البث والله ترى انتوا بلبث عيال والله العظيم عندي انا تراكم 90% انتم من البث انا 10% فقط والله العظيم انتوا تحيون البث والله والقسات ما يحييها الا وجيه مثل هذه الحلوه والزينه اخلاق واحترام كل شيء بحبكم بقذات الا قصتك الحلوه الله يحيي بالك ويحيي ايامك والله ترى عندي كلام مره ترى كويس بس بعدين انام بالحوش عرفتي ولا عارف ارد ورب البيت اتاكدك انا بالكلام قول لي وهذا السر ما اقدر الكلام اللي فيني اعرف انا اقوله شفر يعرف يعني عرفت كيف؟ خلاص قول لي كلبي ها؟ قول لي كلبي عراقي يعني غزل عراقي ما يفهموا الجماعة ما يفهموا يفكرونك تسبني يعلمونها الدبابات في ناس يعلمونها يصورون بث حقي حقك الحين يعلمونها الحين عيال الدبل يا عيال ايه وش على بالك يعلمون
يعلمون يقولون له كلبي يعني ايش فيك؟ انا هذيك المره جبت علاج، انا بث علاج بنادول ذين اكتبوا بجوجل اسم علاج يحذبون اشياء ايش فيك؟ اكتبونا عام تغيرت الحين العام بحث تحري فيك انت؟ ما شاء الله عيال اخذت وين ادب العيال شدوا عيال الله يخلي لك الجماعه ويحفظها يا رب. امين امين ويحفظ اهاليكم ان شاء الله ويحفظ ما عندكم يا رب. ويخلي خشمك ان شاء الله وصغار. امين اصبر والله بعد عيد شوفي الخشم كيف. انا حسيتك راح تصير حلو بعد سنه كده. والله انا شوفي انا ابي راس كامل عرفتي، اغير راس كامل ما ادري ينفع. ابتسامه غيرنا، ادان غيرنا، خشم غيرنا، كل شيء غيرنا. ما الحل حال الروح، الحل حال الروح والله يا دعاء، والله الحل حال الروح. انت روحك حلوه؟ والله ما اقدر احكم على نفسي، افعالي وحياتي اللي انا عايش فيها والناس اللي حولي هم يعرفون الشيء هذا.